سمكة دينيس. أنا هجيب السمكية دي في النص كده عشان نبص عليها ونمسكها ونعرف إزاي لما أروح أشتري السمكية دي الراجل هيقول لي ده فريش وصابح، أعرف منين إن هو صابح ولا أعرف إن هو بايت ولا أعرف إن هو مستورد ولا الحاجات دي أحب أتكلم عنها قبل ما أطبخ الطبخة بتاعتي. مش هاخد مني دقيقتين بس واجب نتكلم في التفاصيل دي لأن الحاجات دي أنا بالنسبة لي أهم من الطبخ. السمكة الدنيس بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما حضراتكم شايفين دي أحجام السمكة، بص المنظر عامل إزاي. هجيب مثلا السمكية دي مثلا، شوف منظر السمكة عامل إزاي، على ما أعتقد ده يعني حجم كويس، ولو أصغر من كده سنة أنا ما عنديش مشاكل. أولا عين السمكة تكون واضحة قدامي، يعني ايه واضحه؟ تكون حاسس انها بتبصلي وشايفاني زي ما انا شايفها. ليه بتقول كده؟ عشان لو السمكه دي شاربه ميه او شاربه تلج يعني معناها تكون بايته او مش صبحه، عينيها هتغير بس من التلج حتى من الميه الكتير ممكن عينيها تغير. اللون الفضي ده هتلاقيه بقى فيه سنه مش فضي، يعني ايه سنه مش فضي؟ هيخش المرحله فيها الصفار سنه، ده بيبقى كده مش فريش. اما اجي ادوس شايفين صباعي ما بيغرش اهو، يعني امسك السمكايه بص صباعي ما بيغرش، طول ما السمكايه صباعي ما بيغرش فيها طول ما هي فريش. طيب لو غرز بيبقى السمك ده شرب ميه شويه او شرب تلج شويه، فبالتالي لحمه بقى بايش. ركزوا في المعلومات دي. فلما اجي ادوس صباعي كده على السمكايه فتلاقي صباعي غرز وبيطلع بالبطيء، فاذا اللحم اللي تحت الجلد ده بايش فبالتالي عمل كده. لون عين السمكه مهم جدا، الخياشيم الحمراء مهمه جدا، الحجم بقى ده يرجع للأذواق، في حد يحب السمكية الكبيرة، في حد يحب السمكية الصغيرة، أنا راجل بقول دايماً الوسط حلو في كل شيء، في الخضار، في الفاكهة، في السمك، في الفراخ، في اللحمة، حتى لو هشتري خروف، الوسط حلو، مش شرط يكون لحمه كبير أو حجمه كبير، ممكن يأخر أو يأثر معايا في التسوية، وممكن يكون لحمه مش حلو زي ما احنا متوقعين، شوف أنا بجيب كل المعاني قبل ما أتكلم في حاجة عشان بس إيه نبقى كلنا معانا معلومات، والله ممكن بكون برغي أو بتكلم كتير، بس صدقوني أنا شايف إن الحكاية في تفاصيلها أهم من طبخها، لأن إن شاء الله طبخنا مش هيبقى وقت كتير إن شاء الله. طيب، إيه اللي أنا عايز أعمله النهاردة في السمكية ده؟ عايز أعمل لها خلطة حلوة بورق الكرفس، وأضيف عليه كمان حبة كزبرة خضراء، شايفينها عاملة إزاي حاجات فريش إزاي، ولو حابب حبة شبت دي الخضرة بتاعتي. نوسع على نفسنا بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ واحدة واحدة في خلطة السمك الدنيس الجديدة. كبة لطيفة، وهجيب عندي السكينة بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم، واجيب عندي الورق فقط لا غير، اهو شوف بقطعه كده اهو بالراحة ولا في أي صعوبة ولا حاجة. ادي الخضرة بتاعتي بنزل بيها خضرة شوية يعني زيادة، ريحة الخضرة أنا شخصيا بعشقها وكمان بتبقى ليها نفس كويس قوي مع تتبيله السمك. الليمون اللي عندي ايا كان الليمون بقطع الليمون كده اهو برده يكون تقطيعته لطيفه، ليمون كامل. عندي حته جنزبيل شايفها؟ جنزبيل فريش. عندي كمان قرن فلفل حلو اخضر كده اهو بقطع حاجتي تديني برده طعم كويس. بصل لو حابب، مش حابب انا ممكن ما احطش بصل في التتبيله الصراحه. راس توم حلوه، وعندي راس كوريتا اللي هي الحته اللي فوق في الكرات. باجي اعمل كده اهو واروح جايب عندي معلقه صغيره واجي بالمره ابهر حاجتي واقفلها. هبهرها ازاي؟ بجيب عندي معلقه ملح كبيره، ادي واحده ادي اتنين وممكن كمان واحده. هتقول لي معلقه ونص، اقول لك اه السمك لازم يتبل كويس في بدايته لان في نهايته ملوش تتبيله. معلقه كزبره كبيره، طب معلش يا شيف وضح لي ايه نهايته ملهاش تتبيله دي؟ نهايه السمك يعني لما اجي اسوي سمكه وما تبلتهاش في الاول وطلع السمك محمر او في صينيه مهما هتبل فيه لحمه مش هيشرب مني تتبيله، فالطبيعي والصح والمظبوط في بدايه الطبخه اتبل حاجتي كويسه وما ارجعش اتبل تاني عشان برده ما اضغيش او ما اغيرش طعم السمك مني. كمون، معلقه كمون، ولو حابب معلقه بهارات سمك من عند العطار بتبقى عسل قوي. واجي من عندي كده اروح مدي سنه حبهان، واجي من عندي كمان اروح مدي حبه فلفل ابيض شايفهم دول، وكمان اكثر اللون الحلو ده بسنه شطه ولا بلاش شطه ماشي مش هقول لا. يبقى كده انا بهرت حاجتي واخد معايا الكبه اللطيفه دي واجي على فين؟ على الخل، واروح جايب عندي فنجان خل حلو منها يطعم لي تتبيله السمك بتاعتي وكمان يفرم لي حاجتي بكل سهوله وبساطه. حبه ليمون برده، ما احطش زيت دلوقتي، الزيت خليه في الاخر لو انا هشتغل بزيت، لو هحمر انا كده تمام زي الفل، ولو مش هحمر انا برضو زي الفل. ايه الفرق في التحمير يا شيف؟ لان لو انا هحمر السمكيه دي ما ينفعش احط في التتبيله زيت، لو حطيت في التتبيله زيت هتعمل معايا عازل وبالتالي لما اجي انزل في الزيت هيفك مني الدقيق او البقسماط او 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 بسم الله.
اسف جدا للازعاج. شايفين منظر التتبيله؟ بسيطه جدا، كلنا عارفين شكل التتبيله دي وشكل الخلطه دي من امهاتنا ربنا يديهم ويصلحها. من واحنا صغيرين كانوا بيعملوا التتبيله دي بيحطوها دايما في اكياس بلاستيك ويسيبوها في الفريزر تقعد بالشهر عادي جدا، اسبوعين ثلاثه جدا ما فيهاش اي مشكله. ايه الموضوع بس ما بيحطهاش طبعا، يعني انا ما كنتش اشوف الحاجه عندي عمرها ما كانت بتحط كرفس، ما كانش ليها فكره الكرفس خالص بصراحه. بس طبعا مؤخرا بقى الموضوع مختلف، كان بيحطوا البقدونس والشبت والكزبره كل الخضره ومع الفلفل. كانت بتجيب الحاجه ام يعني بتجيب 5 كيلو فلفل لما يكون فلفل سعره لطيف، فتجيب الفلفل ده وتبدا تنضفه وتبدا تجيب ازازه خل كنت اشوفها يعني، والليمون والكمون والملح وشكرا، تعمل الخلاط وتروح تفضيها، تعمل الخلاط وتفضيها كده. التتبيله دي ثابته ما فيهاش اي حاجه ليها علاقه ان هي سمك او لحم او فراخ، فكانت تشيلها في الفريزر وتاخد منها كيس تتبل بيه سمك، ممكن تاخد منها كيس تاني وتحيقه بتحقيقه تمن وتروح واخده معلقه حطها على الفول. نفس التتبيله دي ما بهركش ولا ما فيش اي حاجه تدل ان هي بتاعت سمك الا بهاره السمك، الا لو انا هضيف مثلا مستارده هروقها بقى بكرفس هزود لها مش عارف ايه. اما الثوابت هو الفلفل والخل والثوم والليمون وحبه ملح وحبه كمون وشكرا. المقصود الخلطه دي بتمشي معايا في كل حاجه لو حبينا نستغلها زي ما كانت امهاتنا بتستغلها. هرجع تاني وابدا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اجيب السمك اللطيف ده وابدا اشرح السمكيه عشان اتبلها كويس. عندي حل من الحل. ليه بعمل كده؟ اهو شايفين بعمل ايه؟ التشريحه دي كده اهو بالراحه، ما بخشش قوي بالسكينه يعني ما بعمقش ايدي، بص منظر، ما بقرش قوي، ما بوصلش للسلسله بتاعت السمكيه بالراحه اهو كده كده اهو شوف، واروح جاي عامل ايه؟ نازل السمكيه دي ومتبلها كده في النص اهو، شوف المنظر كده اهو وش وظهر، واسيبها شويه. بص لحم السمك عامل ازاي اهو، لما احط عليه التتبيله كده واسيبه شويه هرجع له تاني. نرجع تاني السمكيه دي اهو كده اهو، وببدا برضو احشي واتبل. على ما اخلص تقطيع بقيه السمك يبقى حتى خد شويه من التتبيله بتاعته اهو. وفكره التشريح ده ممكن يعني لو عايز امشيها كده ماشي، عايز امشيها واحده كلها كده اهي كده بالعرض ماشي، مش حابب برضو احنا زي الفل وراضيين والحمد لله، يعني دي تمشي ودي تمشي. اول ما احس اني خلاص تبلت السمكيه تمام من جوه برضو اهو كده اهو، ودي كمان اتبلت، شايفين منظر السمك عامل ازاي؟ اهو هرجعهم تاني قدام حضراتكم هنا على القطاع عشان نشوف شكل التتبيله عامل ازاي. اهو وراح جاي عندي حاشي اهو كده اهو كنفس حالا، وراح جاي عامل كده، بص الحركه دي راح عامل كده بشرب التتبيله من الشرايح اللي انا عملتها تاني، راح ماسك بايدي كده اهو واروح عامل كده اهو شوف اهو كده اهو، وابدا اروح اعمل كده. انا كده خلاص خلصت الامور وزي الفل. الكيس ده هيتحط في كيس وفي الفريزر واشتغل بيه تاني في اي حاجه ليها علاقه بالاسماك في اي وقت، لان خلاص انا زفرته، فاذا هو ده بتاع السمك دلوقتي مفيش كلام. لحد كده وانت تمام التمام او زي الفل والحمد لله. طب هنعمل ايه بقى؟ هنبدا ندخله الفرن. هي فكرتي النهارده ان امشيه على الشبكه وبرده يبقى ليه نفس كويس. بس قبل ما اوديه على الشبكه بقى ما حطناش زيت. هنا الزيت بقى مهم جدا عشان الحاجه بتاعتي ما تنشفش مني، دي حاجه. الحاجه الثانيه تبقى كمان بتلمع، ما بقاش حاسس ان السمك معايا مجير شويه. حالا نعمل ايه بقى؟ نجيب عندنا حبه زيت عبه شمس او دولار، نهد شويه على الزيت بتاع الكابوريا ده عشان ما يتحرقش مننا، سيبناه يسخن شويه وهنشوف الحكايه ماشيه ازاي. بسم الله، ادي حبه الزيت شوف اهو كده اهو كده، احنا تبلنا حاجتنا وزي الفل. اجيبها وش وظهر كده اهو كده اهو، جوس بمارينيت بتاعه كده اهو، شوف المنظر عامل ازاي، وتمام التمام وزي الفل، ما فيهاش اي افتكاسه خالص ولا اي حاجه. واخد بعض واطلع على فين؟ على الشبكه بتاعه الفرن. الشبكه دي مهمه جدا اكون مظبط اموري. بص حتى ببقى ايه بشيل اي حاجه عشان ما توقعش مني في السكه، بقول لكم الحاجات دي عشان في البيت برضو نعملها، ما يبقاش الواحد ايه بيعمل حاجات هنا ما بيعملهاش في البيت. يلا بينا. شبكه لطيفه، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا اجيب عندي السمكيه المتبله دي، بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو، وابدا ابعد شويه عن بعض. ليه؟ عشان لما اجي اقلب ما احسش في صعوبه اهو كده اهو. شكرا على كده. هسيب الكلام ده كله، مش هياخد مني ان شاء الله اقل من 30 دقيقه وهنشوف النتيجه عامله ازاي. انا اسف للتاخير جدا. والسمك على ما اعتقد هو كمان اهو خلصان، بس اديله سنه، شايف السمك عامل ازاي؟ هعمل له حركه حلوه قوي برده منه فيه كده. بص التتبيله بتاعتي دي شايفينها عامله ازاي؟
اجي لمع كده حاجتي برضو وادلع الدنيا اهو. عايز احط متبله فريش، عملت كده من شويه بصراحه اهو كده اهو، منها تلمع ومنها تبقى فيها برضو اعاده تطعيم. هرجع تاني على الشبكه بتاعتي واسيبها تكمل لون لطيف حلو كده وبسيط. وعندي كمان سمك النهارده دينيس معمول بطريقه حلوه جدا، اللحم بتاعه باين زي ما حضراتكم شايفين، بص المنظر يعني على قد ما قدرنا لحضراتكم. اشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد وحلقه جديده، والسلام عليكم.